بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وال وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله، بارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول: لدي تموينات غذائية، وقد قال لي بعض الناس: يجب عليك إخراج الزكاة، فهل يجب علي أن أخرج الزكاة، وكيفية ذلك، وما مقدارها؟ والله يحفظكم. وهذا المستمع رمز إلى اسمه بالحروف ف سين ف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه التموينات الغذائية كما يسميها السائل، إن كان قصده منها أنه أعدها للاستهلاك والنفقة في بيته ولمن يلزمه مؤونتهم، أو للتصدق بها على المحتاجين، فإنها لا زكاة فيها، لأنها لم تعد للتجارة وإنما أعدت للاستهلاك. أما إذا كانت هذه التموينات معروضة للبيع ويقصد بها طلب الربح، فإنها عروض تجارة. إذا تم الحول على قيمتها فإنها تقوم بما تساوي وقت تمام الحول على قيمتها، ثم يخرج من قيمتها المقدرة مقدار ربع العشر، لأنها حينئذ أصبحت أموالا زكوية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة المستمع حاميم عين، مقيم في المملكة، إذ عرضنا بعضا من أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل عن قضية بينه وبين أخ له. يقول: لي أخ أكبر مني ب14 عاما، وهو لا يريد أن يذهب إليه أحد منا لزيارته، لأنه يعتقد أن من يذهب إليه يريد منه شيء، وهو سيء الظن من حيث الحسد وكثير الشكوى، ودائما يشكو من غلاء المعيشة، وذلك كله عندما يأتيه صديق بزيارته. وقد قال لي ذات مرة: إن أخي الثاني لا يأتي إلي إلا في موعد تناول العشاء لكي يأكل معه، ويعتبر ذلك استقطاع، وإذا زاره أحد منا وحدث أي مكروه في المنزل على سبيل المصادفة فإنه كثير التشاؤم وأيضا كثير سوء الظن، وقد قررت ألا أزوره أبدا إلا بدعوة منه حتى أسلم عليه، ولكي أسلم من سوء ظنه وتشاؤمه، فهل هذا قطع للرحم؟ جزاكم الله خيرا، علما بأنه غني ونحن فقراء، وفقكم الله. الذي يظهر الله أعلم أن هذا المذكور مصاب بمرض نفسي، فعليكم بالصبر والاحتساب والرفق به، ولو أهديتم إليه بعض الهدايا لأجل انشراح نفسه لكم، ولعله يذهب عنه هذا المرض النفسي، ويكون ذلك من باب المعالجة له، ومن باب طمأنته، وإزالة الخوف الذي يجده من زيارتكم، فعليكم بالمحاولة معه شيئا فشيئا، وبرفق، وبإهداء شيء من الهدايا التي يفرح بها وينشرح بها صدره، فهذا من العلاج. أما هجره وترك زيارته فهذا لا يجوز، بل ربما يزيده هذا مرضا إلى مرضه. لكن إذا حاولتم معالجته ومؤانسته وملاطفته والرفق به، فهذا سبب لزوال هذا المرض عنه بإذن الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أم عبد الرحمن، تقول: شيخ صالح،
رسالة. فضيلة الشيخ، لقد اعتمرت وأنا حائض ولم أطف، ولكني غادرت مكة ولم أنتظر حتى أطهر ثم أطوف، وتكرر ذلك مني 3 مرات. تقول لقد اعتمرت وأنا حائض ولم أطف، ولكني غادرت مكة ولم أنتظر حتى أطهر ثم أطوف، وتكرر مني ذلك 3 مرات، وكان ذلك جهل مني، ولكني بعدما علمت بالحكم وقيل لي يجب عليك قضاؤها كل واحدة على حدة قبل أن يعقد نكاحك، وإلا كان نكاحا باطلا. وحيث أننا نقيم بعيدا جدا عن مكة، فنحن نقيم في منطقة بعد أبها، هل يجوز أن نقضيها بإحرام واحد ويكون القضاء قضاء للطواف أم بالعمرة كاملة؟ أرجو من فضيلتكم التوجيه، جزاكم الله خيرا. أنت باقي على إحرامك بالعمرة الأولى، أما إحرامك بالعمرة الثانية والثالثة أو ما بعدها فهو إحرام غير صحيح، وأنت لازلت في العمرة الأولى وهي باقية عليك ولازلت محرمة بها، فعليك الرجوع إلى مكة وأنت طاهرة من الحيض، والإتيان بالعمرة كاملة بطواف وسعي وهو تقصير من رأسك، وبهذا تخرجين من النسك وتعذرين بالجهل الذي حصل منك في هذه الفترة الطويلة إن كان حصل منك مزاولة شيء من محظورات الإحرام. وما دمت لم تتزوجي حتى الآن الحمد لله لم يحصل ما يبطل العمرة ويفسد العمرة الأولى، فعليك أن تفعلي ما ذكرنا لك، وعقد النكاح لا يصح إلا بعد أن تأتي بالعمرة التي ذكرناها التي أحرمت بها أول الأمر وأنت حائض، فإذا فرغت من العمرة فإنه يجوز عقد النكاح بعد ذلك لأنك تحللت من الإحرام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كون عقد النكاح لا يصح لأنها محرمة أم لأن العمرة دائما عليها شيخ صالح؟ لأنها محرمة. الله المستعان. والله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج والعمرة حج أصغر، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام والعقد والخطبة والمباشرة وغير ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من أن ينكح أو ينكح بمعنى يعقد النكاح لنفسه أو لموليته وهو محرم، فلا يصح العقد في هذه الحالة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هذا الجهل بأحكام الطهارة رغم أن كثيرا من العبادات ينبني عليها، ما سببه؟ أهو لإعراض وسائل التعليم عنه أو لإعراض وسائل الإعلام، أو ما هو السبب في نظركم؟ جزاكم الله خيرا. لعدة أسباب. أولا أن طلبة العلم هداهم الله مقصرون في تعليم الناس وبيان الأحكام الشرعية لهم، وهذا واجب عليهم، خصوصا من يعملون في سلك الدعوة، فإن أهم الدعوة تعليم الناس أمور عباداتهم وأحكام دينهم، ولا تقتصر الدعوة على مجرد الوعظ فقط أو الكلام الذي لا يستفيد منه الناس ولا يحتاجون إليه، وإنما صلب الدعوة وأصلها تعليم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لما أعطاه الراية يوم خيبر، قال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فما يكفي الدعاء المجرد الإسلام والدعوة إلى الإسلام عموما دون أن يشرح لهم الإسلام وما يتطلب منهم وما يجب عليهم وما يشترط للعبادات، لابد من هذا، هو أصل الدعوة وأصل الدعوة. هذا من ناحية، والناحية الثانية إعراض الكثير من الناس عن التعلم وعن الإصغاء إلى الدعاة والمرشدين، فالإعراض هو الذي سبب لهم هذا الجهل والبقاء في هذا الجهل العظيم. فالواجب على المسلمين على العلماء أن يعلموا، والواجب على الجهال أن يتعلموا ويسألوا، وبذلك يزول الجهل بإذن الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، تجد بعض أفراد المسلمين قد يكون راعيا لماشيته وقد يكون عاملا في مزرعته، يحمل معه جهاز راديو أو مسجل لكنه لا يستفيد فائدة لدينه أو دنيا، لعل لكم كلمة يحفظكم الله. لأن
الغالب منهم إنما يستمع من الراديو إلى ما لا فائدة فيه أو ما فيه مضرة كالأغاني والتمثيليات وما لا فائدة فيه أو فيه مضرة على الإنسان. أما أن يستمع إلى البرامج الدينية ويقبل عليها كإذاعة القرآن الكريم وما يلقى فيها وبرنامج نور على الدرب وغير ذلك من البرامج الدينية، فقليل من الناس من يصغي إلى هذه البرامج ويستفيد منها. هذا هو السبب. وإن كان يستمع للإذاعة ويحمل الراديو معه وهو يشتغل، إلا أنه يستمع إلى أمور لا تنفعه بل قد تضره، ولا يسمح بشيء من الوقت لاستماع برامج إذاعة القرآن والبرامج الدينية في أوقاتها ويستفيد منها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حتى الآن شيخ صالح، تعليم النساء لا زال قاصرا عن الأمور التي تخص النساء بالذات، لعل لكم كلمة أيضا شيخ. اليوم ولله الحمد النساء صرن متعلمات في الغالب، وصار منهن مدرسات وخريجات من المدارس الثانوية وكليات الشريعة وأصول الدين وكليات الدعوة، فالغالب عليهم أنهن قد تعلمنا وخرجنا من الجهل، لأنهن درسنا مقررات العقيدة والفقه والحديث والتفسير، فحملنا علما يستفاد منه لو أنهن استثمرنه في الخير لأنفسهن ولغيرهن. فعليهن أن يعلمنا أخواتهن مما علمهن الله عز وجل، وأن يقرأنا على الأقل تقرأ من الكتب على أهل بيتها وأخواتها ووالدتها ومن تجتمع معهن، عليهن مسؤولية أيضا، عليهن مسؤولية عظيمة نحو أخواتهن وقريباتهن. الغالب أن كثيرا من النساء والفتيات الآن متعلمات بأحكام الدين، ولكن المشكلة أن كثيرا من الطلاب والطالبات إنما يعتبرون هذه المقررات وسائل للنجاح فقط، فيدرسونها من أجل الاختبار ويكتبونها في أوراق الإجابات في الامتحان، ثم يودعون علومهم ويتركونها لأنها في ظنهم انتهت مهمتها. وهذا غلط عظيم، خطأ كبير وحرمان من الخير. الدراسة ليس المقصود منها مجرد الامتحانات والإجابات والنجاح الاختبار، وإنما المقصود منها هو الانتفاع، النفع والانتفاع، هذا هو المقصود منها، وهو محل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ندعو هذا الموضوع رغم أهميته شيخ صالح لنقرأ عددا من أسئلة المستمعين. فهذا المستمع إبراهيم بن عبد العزيز أبو حامد من السويدي في الرياض، وهو يعتبر من المراسلين باستمرار لهذا البرنامج واتخذه منبرا للدعوة، جزاه الله وإياكم خيرا. يسأل في هذه المرة ويقول: ما حكم قول البعض تباركت علينا بفلان أو تباركت علينا بفلان عندما يزوره صديق له؟ كلمة تبارك لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يطلق على غيره تبارك، وإنما هذا خاص بالله عز وجل. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فتبارك الله أحسن الخالقين، إلى غير ذلك من الآيات. هذه اللفظة تبارك لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، وإنما يقال في المخلوق إنه مبارك. قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. قال الله تعالى في المطر: وأنزلنا من السماء ماء مباركا. فيقال في المخلوق إنه مبارك إذا كان فيه خير ومصلحة للناس، يقال إنه مبارك. وفي البقعة إذا كان فيها خير يقال: هذه بقعة مباركة. والكعبة المشرفة يقال مبارك. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالمخلوقات التي فيها خير ونفع يقال فيها مبارك أو مباركة، ولا يقال تبارك أو تباركت، وإنما هذا خاص بالله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: حدثونا جزاكم الله خيرا عما ورد في فضل تربية البنات. ورد في أحاديث كثيرة أن من رزق أو من ابتلاه الله بشيء من هذه البنات فأحسن تربيتهن وتعليمهن، أن
وأنهن يكن وقاية له من النار. هذا فيه فضل عظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر أو لا تجوز؟ لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، ولا يجوز إبقاء هذا المسجد، وفي المسلمين قدرة وسلطة على إزالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد على القبور، بل لعن من فعل ذلك، وأخبر أنه من فعل اليهود والنصارى، لما في ذلك من فتح أبواب الشرك وعبادة غير الله عز وجل. فلا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز بقاؤها إذا كان للمسلمين عليها سلطة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني هدمته، ولا صورة إلا طمستها. هذا في من عنده قدرة. أما من لم يكن عنده قدرة الإزالة فإنه يبين للناس ويوضح لهم هذا الحكم وينكر بلسانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور، لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد، فلا تجوز الصلاة فيها، ومن صلى فيها فصلاته غير صحيحة، يجب عليه إعادتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو رأي أهل السنة والجماعة في أولياء الله وكراماتهم في الدنيا؟ جزاكم الله خيرا. أهل السنة والجماعة يحبون أولياء الله عز وجل ويوالونهم، ولكن لا يكون وليا لله إلا من اتصف بهاتين الصفتين اللتين ذكرهم الله في كتابه، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا فإنه يكون وليا لله عز وجل، وتكون ولايته بحسب إيمانه وتقواه قوة وضعفا. فقد يكون وليا خالصا لله عز وجل، وقد يكون وليا لله من ناحية وعدوا لله من ناحية، إذا كان عنده شيء من المخالفات الشرعية وارتكاب الكبائر فيجتمع فيه ولاية وعداوة. وأما الكافر فإنه عدو خالص، الكافر والمشرك فإنه عدو خالص ليس فيه ولاية لله عز وجل. فالناس على ثلاثة أقسام: منهم من هو ولي لله ولاية خالصة كالرسل، كالملائكة والرسل وأتباع الرسل من المؤمنين المحافظين على دينهم الأتقياء الأوفياء، ومنهم من هو عدو خالص لله عز وجل كإبليس والكفرة والشياطين والمشركين، فهؤلاء عداوتهم خالصة وليس فيهم ولاية لله. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال سبحانه وتعالى في إبراهيم: فلما تبين له، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والصنف الثالث من فيه ولاية من ناحية وعداوة من ناحية، وهو المؤمن ناقص الإيمان الذي عنده كبائر من الذنوب دون الشرك ودون الكفر، فهذا ولي لله بما فيه من الإيمان، وهو وفيه عداوة بما فيه من المعاصي والمخالفات. جزاكم الله خيرا. وأما كرامات الأولياء فهي حق. كرامات الأولياء والكرامة معناها الخارق، الخارق للعادة، فهي حق، ويؤمن بها أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة والفرق الضالة الذين ينكرونها، فهي ثابتة بالكتاب والسنة. ولكن إنما تكون كرامات إذا جرت، تكون هذه الخوارق كرامات إذا جرت على أيدي مؤمنين أتقياء لله عز وجل. أما إذا جرت هذه الخوارق على أيدي كفار أو مشركين أو فسقة فإنها لا تكون كرامات، وإنما هي خوارق شيطانية وامتحان وابتلاء واستدراج من الله عز وجل. ثم الكرامات التي تجري على أيدي أولياء الله المتقين ليس معناها أننا نتخذ هؤلاء الأولياء معبودين من دون الله ونغلو في حقهم ونقول هؤلاء لهم كرامات وهم ينفعون ويضرون ويشفعون عند الله، ثم تكون الاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم والطواف بقبور
قبورهم كما يفعله عباد القبور الآن في من يعتقدون أنهم أولياء لله ويبنون على قبورهم هذه المشاهد. قد يكونون أولياء لله لكن هذا العمل منكر ولا يجوز، وهو الغلو في حقهم واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون أو يجلبون الرزق أو يدفعون الضر، هذا شرك بالله عز وجل. وهذا هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى هذا اتخاذا للأولياء من دون الله وحكم على أهله بالكذب والكفر والعياذ بالله، وهم مع أنهم لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون وأنهم يرزقون، وإنما يعتقدون فيهم أنهم وسائط بزعمهم بينهم وبين الله في قضاء حوائجهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.